فادي شمني تطيب ورد حب موعنا ما شيخ الإسلام يذبح لي قام. السلام عليكم خاوتي وخوتاتي، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. المهم خاوتي، اليوم جبنا لكم واحد الارتيست عزيز بزاف وارتيست محلي من مدينه مستغانم. علاش نقولوا محلي؟ باسكو معروف غير في مستغانم، كان يغني في مستغانم وغني الشعبي، ارتيست عبد الصح، وكثريه الناس تاع بكري يعرفوه. تاع دروك الله غالب الا ما رحم الله. المهم هذا الارتيست هذا طلبوا له بالرحمه، اليوم بغى الرحمه ما شاء الله. طلب من اي واحد شاف الفيديو يطلب له الرحمه تحت في الكومنتير، كاع يطلبوا له الرحمه ويطلبوا الرحمه لجميع موتى المسلمين. المهم بلا ما طول عليكم خاوتي، نخليكم مع الفيديو. ما تنساوش دير اشتراك، مشترك عندي اشترك ودير جيم وخلي لنا كومونتير. كما قلت لكم لي كومونتير تاع اليوم كاع الرحمه على هذا الانسان هذا، والانسان هذا هذا الارتيست هذا هو راجل خالتي، راجل خالتي. ومن كثر زعما اللي حنايا ما عندناش جدودنا ماتوا بكري وحنا ما لحقناش على جدودنا، راه في محل جدي هذا الارتيست هذا الفنان الكبير، و ولاد خالتي اللي هما ولاده تاني عمرنا ما درناهم باللي ولاد خالتنا، توجور احتسبناهم في مثابة اخواننا. بلا ما نطول عليكم خاوتي وخواتاتي، نخليكم مع الفيديو. تحياتي وتحية الناس مستغانم. اليوم هذا الفيديو هذا الناس مستغانم بزاف بزاف، والسلام عليكم وتحياتي، ونبغيكم بزاف بزاف وتبقوا على خير. جبني ادم راك شد الحانوت وتعرف شمال خويا ما لا نهيت بلا ما ندمتي وكم عندي كنت متبع البن، كانوا يكونوا عندي مشتريه ولي زي ميغري كانوا يجوا عندي، كانوا من عندي يروحوا لفرنسا ويعاودوا يجوا عندي. معني بالك بينا كانت انا انا من نبلع نكمل نهار كيما نقولوا بنك كيما هكا تجي تقول 20 دوزانه 20 دوزانه غير بوك يا تما. مالي هكا من يطلع غدوة نهار نتلاقاو كاع نتلاقاو بالنوطة واحدة صحيح. وبقى معروف غير على المستوى المحلي، ولأنه هو كان دكان ومركز، ولأنه هو ثاني احتك واجتمع بكبار رجالات في مستغانم أمثال الشيخ التيجاني بن رازم اللي كان يروح عنده يعلمه ويعلمه وينقر على الآلة بطبيعة الحال. التيجاني بن رازم شيخي هو اللي تعلمت عنده، تلاقيت مع عيطانا في ذاك الوقت، راهم ماتوا في ذاك الوقت، علمني الوتر يعني كيماني باغي. روحنا نزوروه باش نكرموه، وفكرنا في أحد المساعدين نتاوعنا يعاود معاه نفس الحكايه كيما كانت تندار زمان في الحوينته، يقدم له راسه باش يكوى فيه ويجبد له حكايه زمان. راك مليح. لا سبحان الله. وكاش ما رمي يعيطوا لك ولا والو؟ خطره كيف والو، خطره مين تحكم؟ مين تحكم يعني؟ هذه واقع مين تحكم؟ هي قارب الصرامه. بعد فادي شموني تطيب ورد حب موعنا ما شيخ الإسلام.